السلام عليكم اخواني اخواتي، معاكم اخوكم بضاري. اليوم بالحلقه هذه راح نتكلم عن اصحاب الاوزان الثقيله. هذه الحلقه هذه تخص الامتان، انت ضعيف جسمك حلو ولا طالع الحلقه. يلا، الناس اللي وزنهم فوق ال 100 120 100 200 300، اللي يكون ان شاء الله بهذا الفيديو راح اساعدكم. اقسم بالله ان اتبعت النظام اللي انا راح اقول لك عليه بالحرف الواحد، والله العظيم والله العظيم ان وزنك راح ينزل وكل اهدافك راح توصل لها. في ناس وايد اللي عندهم اوزان ثقيله وايد عندهم امراض، هذا شيء طبيعي. اولهم الاستروجين جدا عالي، مخرب النظام كله اللي بالجسم. زائد في ناس في عندها اهداف تبي تحققهم ما تقدر، اللي بيتزوج، اللي تبي تتزوج، وكثير من الاهداف. من العائق؟ المتن. خلكم معاي لا تروحون بعيد، ونبي نبلش. يلا اختي اخوي يا البطة، لا تزعلني انا قلت لك بطة، لان انت صج بطة. لا تظن ان انت بكوكب بروحك، ان ما حد محابك او محاب جسمك. لا 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 لا، بضاري معاكم، بضاري معاكم. هذه الحلقة خاصة حقك انت. كل شيء يتغير، كل شيء يتغير. يمكن الثقة شوية قلت عندك، يمكن اهدافك شوية مو قاعدة تتحقق. ليش؟ تحس انه يبيلها وقت طويل، متى اضعب، متى اشيلها، متى ومتى ومتى، او ما تقدر تشندس حتى لان كرشك وبطنك وايد كبير. سهل يا ناس متان وضعفوا وها وصار جسمهم مش حالاته، والحين قام يلبسون المقاس اللي هم يبونه. هم صاروا ياهم كذي، انت ليش ما يصير معك كذي؟ ليش؟ لانه يصير. فالاحباط شيله، راح اعطيك الامكانية، الخطة. خليك معي البطة. قبل لا نبلش بالخطة، تحملني شوية، تحملني عشان بعدين مو تضعف تشوف نفسك علينا لابس لوست. لا تعال، انت شلون متى؟ انت شلون طلعت من بطن امك متين؟ شلون شلون متى انت؟ شلون كليت حبة وخلتك تصير متين؟ مع الوقت متشابيس، سنيكرز، كنتاكي، برجر كينج، انفجرت. ما في احد طلع من بطن امه نفس وزنك، ما في ما في ما في. جينات بضاري، جينات. اوكي عندك انت جينات، الجين عشان يتفعل عطى اكل وايد يتفعل. هل انت عطيت الجين اكل وايد؟ من الطبيعي والمنطق ايه. فكانت المشكله ان حلجك مو راضي يتسكر، ما مشيت بنظام غذائي صحيح. اوكي البطه سامحني، مثل ما صار الشيء هذا مع الوقت متنت، يبيلك مع الوقت عشان تضعف. اوكي ونبلش بالجين. خلنا ناخذ قواعد اساسيه بالجدول قبل لا نبلش فيه. منو المسؤول عن حرق الدهون بجسمك؟ منو المسؤول؟ المدير، المدير الكبير، الجروث هرمون. راح نسوي شيء نبي المدير هذا الجروث هرمون يشتغل 500%. الله اكبر، 500% يشتغل. شنو الصيام المتقطع يخلي الجروث هرمون يشتغل 500%؟ وبعدها راح تشوف شنو، راح تشوف الدهون تنزل بشكل سريع، ومن ضمن الخطه ما راح تحس بيوع، ومن ضمن الخطة وجباتك قليلة. والحلو بالموضوع شنو؟ ان النتائج تشوفها. اي شخص متين شو اللي حبطه؟ انه ما يشوف نتائج، انه يروح النادي كل يوم يتعب ويشتري حبوب وما بروتينات وما شنو وماكو نتيجة. ولكن بهذا الجدول وبهذا النظام راح تشوف النتيجة سريعة، وهذا اللي راح يشوقك ويصير ميديوم ولارج من الحين. ونبلش بالجدول، على البركة راح تلبس ميديوم. ركز، ابي اول 3 ايام تاكل 3 وجبات ما في سناكات بيناتهم، ريوق، غدا، عشاء. اول 3 ايام. ثاني 3 ايام تاكل وجبتين اللي هو غدا وعشاء. نفترض انت قعدت من النوم يوعان حدك، خلاص اكل مالت الغدا الصبح واكل الوجبه الثانيه، يا الغدا يا العشاء. حلو، ثاني 3 ايام. ثالث 3 ايام تكون وجبه ونص، وجبه تكون رئيسيه وسناك، والسناك عبارة عن طبق خضروات شيء كبير وعلى شوي مكسرات. خلصت الثلاثة هذول راح ترجع من أول جديد حق أول 3 أيام اللي فيها 3 وجبات وتعيد الحركة هذه. السر وينه؟ شنو ناكل بالوجبات هذه؟ تعال، السر بالأكل. كل وجباتك راح تكون عبارة عن بروتين هالكبرة، نص كف إيدك، يعني إن شاء الله إيدك مو كبيرة يطلع الكف هالكبرة، لا هالكثر كذي، دياي، لحم، سمك، اللي يكون بروتين. حلو، وضروري جدا 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 ان البروتين مطبوخ بزيت جوز الهند العضوي. الله، هذا الشرط. ما عندك زيت جوز الهند العضوي؟ بالزبده. حلو، معاهم صحن كبير طبق سلطه كبير عود، عليهم شوي
ملح الهملايا للحين واضحين. تذكرون لما قلت لكم بالباكج الثالث اللي فيه وجبة ونص تكون وجبة رئيسية، النص الوجبة تاكل صحن سلطة كبير عليه خمس حبات جوز وخمس حبات لوز. حمص ما في حمص، اوكي خلكم. في شيء مهم حبيت انبهك عليه، اللي يهمني بالموضوع مو انك تنزل بوزنك، لا، اللي يهمني بالموضوع ابي صحتك تزير زينه. ياما جداول عند دكاتره التغذيه يعطون حق شخص ينزل وزنه، اوكي بس تعال خذ امراض، اخذ غده درقيه، اخذ كبد، اخذ كلتين، وانت داش تبي تضعف، الحين ضعفت وياك امراض. لا، اهم شيء عندي صحه الشخص، اوكي. وبالجدول هذا صدقني انا اجزم لك ان الجدول اللي انت ماخذه من قبل، هذا الجدول اللي اعطيتك اياه يطقه 10-0، اوكي. ابي شغلات ضروريه تدخلهم، اللي هو فيتامين دال 3 الجرعه 1000 مع اول وجبه، هذا رقم 1. رقم 2 ابي اوميجا 3 قوته 1000، بعدها ان شاء الله باذن الله راح يصير جسم، بعدها راح يصير جسمك كذي. بعدين اخذ ميديوم، اخذ سمول تلبس، ضبطوا جسمكم خلاص، العمر بيخلص. وجبات خفيفه سريعه بسرعه راح تنزل. في شخص وايد احبه استخدم هذا الجدول، كان وزنه 150، الحين شوفوا ايش قاعد يلبس. قاعد يلبس ملابس احجام صغيره، عندي تيشيرت اوريكم اياه، كان تيشيرته قهوه اخصائي نصاب. لا تقشمر وياكم، جربوا هالجدول ان شاء الله وباذن الله صحتكم راح تتغير، مناعتك تصير فوق، وزائد انه وزنك قاعد يحب بسرعه. واسف على الاطاله، وخلكم مع بضاري، مع السلامه.